السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حصتكم استراحه القهوه. اليوم رايحين نشوفوا وصفه متاكد باللي رايحين ديروها، ومتاكد الاولاد تاعكم خاصه راح تعجبهم، واللي هي وردات الصابلي. ما نطورش عليكم، نشوفوا المقادير تاعها. نحتاجوا 125 غرام تاع زبده طريه، نحتاجوا نص كاس سكر، نص كاس نشا، بيضه، زوج مغارف تاع اكل زيت، وشويه تاع خميره. لا جوري للتزيين، ومن بعد نحكيو عليها ونشوفوا واش نديروا بها. ما نطورش عليكم، نروحوا مباشره طريقه التحضير، اللي هي نحطوا الزبده والسكر مع بعضها. يعني وصفه تاع الصابلي هي من اروع الوصفات في الحلويات الكل، سورتو في مع القهوه ما راح تمشي بزاف. نحط الاسباتشو نخليها لهنا، نقدم ليا. قلت شويه نزيد لها البيضه، زيد ايضا الزيت، دركا واش نزيد، نحط الخميره، ونحط ايضا النشا. والشارم تاع الكوزينه كي نعودو نخدمو نتطلعو شويه، الفارينه تطلع شويه، النشا تطلع، ونمسحوها. دركا واش ندير، نولي نحط الفارينه. يعني قاعدين نشوفو اي بات نجيو نلمو بها بالفارينه، ما تكونش عندها المقادير اكزاكت، يعني بعض الوصفات يعني ماشي الكل. كما ايضا لاحظتوا بلي انواع تاع الصابلي يعني لا تعد ولا تحصى، يعني كل واحد عنده. انا واحد من الناس عندي قدهن وصفه تاع الصابلي، كل وصفه واش ندير بها. توجور كيما قاعدين تلاحظوا ديما كي نعد في لاباس سيرتو كي تعد كميه صغيره، نخدم بصوابعي ما نخدمش بيدي كامله. باه علاه؟ باه نقدر نتحكم في لاباط، ما نخليهاش هي اللي تتحكم فيا. يعني باه قاعدين تشوفوا الملاحظات صغيرة بصح نستفادوا منهم بزاف. هنا بدات تحكم راحة، فوالا بات هاك كيما قاعدين تشوفوا ما لصقتش في اليد. لهنا نعرفوها باللي مليحه، نخليوها لهنا. الفارينة ايضا نخليها قدامي نحتاجها. دركا نجيب المول تاع السيليكون اللي رايحين نخدموا به. انا فضلت الشكل هذا، خير باه تجيني خدمة سهلة. تعد زايدة بزاف نقصو. كي نحطها نتك عليها شوية باه تحكم لافورم تاع
قالب تاع سيليكون. نجيب بلاطو، فوالا. بعد ما وجدناهم راح نرميهم في الفرن على درجة 170 حتى 180 درجة، المدة تاعها تتراوح ما بين 20 و 25 دقيقة. أنا نخليهم يطيبوا، عندي اللي واجدين راح نشوفوا مع بعضنا طريقة التزيين. نحتاج أيضا شوية سكر. نعم، واش ندير؟ نحطهم قدامي، نجيب صفاية صغيرة. قبل ما نعمرهم نحط شوية سكر، يعني مكترش بزاف، هاك برك أبان. يعني نحاول نخلي تكون لا ديغراداسيون فيها. دركا نزيد نجيب لي جولي. لهنا فضلت ندير انواع تاع لي جولي، ما حبيتش ندير كولار وحده، باه هكا تخلي المنظر تاعها راح يشهينا قبل ما ندوقها. نجيب مغرف خلاف، يعني قد ما يكونوا لي كولار قد ما تجي باهيه. زين، ندير لون خلاف. انا نكمل هادو ونتوقفوا مع فاصل ونشوفوهم في صحن التقديم. سميرة رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين، وصفتنا راهي واجده واللي هي وردات صابلي. كما راكم قاعدين تشوفوا الوانها راهي تزهي وتشهي او ميم طو. نتمنى تجربوها، ونتمنى ايضا عجبتكم. وهكا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد، واكيد مع الابل المفاجآت. كان معكم عماد، سلام.